شدد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على موقف مصر الثابت والقاطع الرافض للتهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين، خلال استقباله رئيس مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح. أكد رئيس مجلس النواب ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي للوصول لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، كما استعرض جهود مصر في إنهاء الأزمة الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك عبر إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. من جانبه أشاد رئيس مجلس الشورى البحريني بما تشهده مسارات التعاون بين البلدين في المجالات كافة من زخم إيجابي.